عريس الغفلة بتاعنا نزل ولا متلقح في اوضته؟ ينزل؟ طب يستجري؟ ده انا كنت نسلت الشبشب على دماغه هو واللي خلفه. هو هيعمل عليا راجل ولا ايه؟ مفيش نزول من هنا الا لو كان هيطلق الولية اللي تحت دي. صح يا حنان، احنا ما عندناش اطفال تتجوز مسنات، اهو ده اللي ناقص. عشنا وشوفنا. لا خليك انت، انا هفتح ده تلاقي البت مريم ولا الواد حماده. يا نهار ابوك اسود ومابت، جاي هنا تعملي ايه يا وليه؟ استاذ امين. نعم يا اختي، ما كفكيش الواد جاي تاخدي ابوك. جري يا وليه ما تهدي شويه على نفسك، هو انا كنت عملت حاجه حرام لا سمح الله؟ انا مش هرد عليك عشان انت في مقام حماتي. يا اخي جاتلك حمك تلعفك. اهدى، اتفضلوا يا رجاله. يا رب يا ساتر. السلام عليكم. هو في ايه؟ مين ده؟ ده الحاج رفاعي قريبي وابو اسلام، كلكم عارفينه. وانت يا مقواه يا ام 44 جايبانا الرجاله لحد عندنا ليه ان شاء الله؟ جايبه الرجاله عشان تشاهديهم علينا؟ مفيش داعي للغلط يا استاذه، ده احنا في بيتكم. استني يا صدفه، اتفضلوا. هم مين اللي اتفضلوا؟ حنان، خلينا نسمعهم الاول وبعد كده نعرف هم جايين في ايه وعايزين ايه. انا مش عايزه غير حاجه واحده بس، عاوزه جوزي اللي كتب عليا وانتوا حبستوه. جوز مين يا اختي؟ جوز مين يا جوز بني مقاس 44 انت؟ انت مش مكسوفه من نفسك؟ مش مكسوفه وانت بتقولي جوزي جوزي؟ يا ولية ده انت تخلفيه. ما بلاش انت يا اختي، الا ما حد عارف لك انت متطلقه ولا متجوزه ولا ماشيه على حل شعرك. انا هرقبك يا اسود. ليه؟ انت جرانه جرانه يا معفنه يا مسيته، انت قتلت نفسك ولا وحشتك العلقه؟ يا ستات مش كده. قضيها يا حنان قضيها. يديك كده برضه يا حاج. بس بقى انت بتحوش عنها، بتحوش عنها. بس بقى حط نفسك مكانها يا حاج رفاعي، امه اتخطف منها ابنها، هتعمل ايه؟ يا اخويا ما كناش ضربناه على ايديه ولا كتفناه ومضيناه على سيبه غصب. لا يا حبيبتي، هو انت فاكره ايه؟ الغصب انك تكتفيه وتمضيه غصب عنه؟ لا يا حبيبتي، انك تطمعيه وتعملي له البحر طحينه وتحسسين ان انت الدنيا باللي فيها، ما ده برضه اسمه غصب، امال اسمه ايه؟ لكن ماشي، غلطه ابننا، غلطه ابننا وهنصلحها مش غلطتها. انا دلوقتي هخليه يرمي عليك يمين الطلاق اهي. واد يا صاصة، يا صاصة، واد يا صاصة، اعملي حسابك، اعملي حسابك للحظة، هتبقى لحظة صدع عليكي. هتتكسفي كسفة قدام الرجالة دول، هتشوفي. واد يا صاصة. وانت ابو اسلام فالح بس، مين اللي جاي ياخدك؟ مين بيوصلك؟ مين معدي عليك؟ يا اخويا افلح في اللي كل اسبوع تتجوز طفل. كلكوا ساكتين. صاصة، واد يا صاصة، عمالة نادي عليك. يلا يلا يا صاصة، تعال تعال يا حبيب خالتك، تعال يا حبيبي، يلا ارمي عليها يمين الطلاق. ايوه حبيبي، انت مش هتبيع امك مش كده؟ مش هتشتري دي؟ ايوه طبعا، ايوه هيعمل كده. يلا حبيبي ارمي اليمين. مراتي ومش هطلقها. يا لها من صدمة عنيفة. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.